صفوة والباري اصطفاهم مصفوة والباري اصطفاهم النصرة حسين الغريب صفوة ما يحصل مثيلهم وأول الصف وحبيب اي أول الصف وأول الصف إلى الشاعر حيدر الجبيلي صفوة والباري اصطفاهم النصرة حسين الغريب صفوة ما يحصل مثيلهم وأول الصفوة وأول الصفوة والنعيم ببنى مظاهر للسبي طلع ما المجيب للسبي اطضح حب دماءه وعثاره طايح تريب وعثاره طايح دا شيخ الأنصار رمز للإيثار دا شيخ الأنصار رمز للإيثار لإمام الحق فدى العمر وعيون الكون دما تجري في طف الأرزا في طف الفرسان مأجور إنسان الهيجاء في طف الأرزاق عادوا عطشا جنب النهر وعيون مأجور مأجور في طف الأرزاق أي حاير الحر الرياحي ونفسه تختار المصير أما للجنة اختياره إلو يطب نار السعير أعلن التوبة وتوجه للسبط كان المسير بالخجل جاثي على رجله نادم عذب الضمير نادم عذب الضمير حر في دنياه حر في أخرى حر في دنياه حر في أخرى فتعالت صيحات الحر وعيون الكون دما تجري في طف الأرزا بعد في طف الأرزا فرسان الفرسان الهيجاء في طف الأرزا فرسان وعيون الكون إيه؟ في طف الأرزا خادم في طف الأرزا في طف الأرض إيه حاير الحر الرياحي ونفسه تختار المصير أما للجنة لو يطوب نار السعير لو يطوب نار السعير هلا هلا
أعلن التوبة وتوجه للسبط كان المسير بالخجل جاثي على رجله نادم عذب الضمير نادم عذب الضمير حر في دنياه حر في أخرى حر في دنيا فتعالت صيحات الحر وعيون الكون دما تجري في طف الأرض الله الله في طف الأرزاق فرسانه مأجور